يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال، وأهلا بيكو وحلقة جديدة ونجوم على الهواء. الحقيقة أنا النهاردة طبعا ببقى مبسوطة جدا في الحلقات اللي بتجمعني بهبة عشان أنا بحبها قوي. ازيكي يا هبة، عاملة ايه؟ حبيبتي الحمد لله. ايه الأخبار؟ أنا مبسوطة أكتر حبيبتي، بتبقى أحلى الحلقات اللي بعملها. بصوا، دايما الروح الحلوة والناس لما بتبقى في بينهم كيمياء كده لطيفة بتحس إن أنت بتعمل حاجة بقلب قوي. فبشوف انه اي شغل بيجمعنا بناس بنحبهم او بيجمعنا بناس في بينا وبينهم اتفاق وتوافق وكده بيطلع شغل حلو، يعني بالظبط. بتطلعي الحاجه من قلبك قوي فبتطلع الحاجه حلوه قوي. طبعا فاحنا الحقيقه امبارح اتفقنا انا وهبه كده على موضوع لطيف ان احنا نتكلم عليه النهارده، وحطينا سؤالنا على السوشيال ميديا وقلنا لو طلع لك مصباح علاء الدين او لقيت مصباح علاء الدين، يا ترى هتطلب منه ايه؟ هتطلبي منه ايه؟ والله انا قعدت طول الليل افكر. طلبت حاجات كتير قوي. بصي، يعني اكتر حاجه انا، طب ممكن بلاش انا اجاوب دلوقتي، ماشي قولي لنا طيب ونقول اكتر الاجابات. الكومنتس. احنا الاجابات اللي نزلنا جاتلك. الاول بوست انا وندع ولقينا كومنتس كتير، بس المسجز كانت اكتر علشان جدا الناس بقى ما تشوفش ايه الناس كل ردت. واحد بيبعت عارفه اللي هو كانه المصباح هيحققها له ايوه بجد، يعني هو بيكلم المصباح مش بيكلمنا. بالظبط. يمكن اكتر الاجابات اللي جات لي ان الزمن يرجع بيهم تاني، والحقيقه دي كانت من اول امنياتي بس انا ما رضيتش اقول. اكتر الكومنتس اللي جات لي ان في ناس كتير جدا هيطلبوا من الجني او من المصباح ان الزمن يرجع بيهم تاني، علشان بقى يغيروا مسار حياتهم، يدخلوا جامعات احسن، لان طبعا لما بقوا في الحياه العمليه لقوا ان لا، كان المفروض يشتغلوا حاجات احسن. وبس كان اغلب النيه أيوة. ان هم عايزين يشيلوا ناس او ما كانوش يعرفوا ناس ويحطوا مكانهم ناس تانيين او ما يقابلوش ناس اصلا. ده كان اكتر الكومنتس اللي جت. بس انت اكتر الكومنتس اللي جات لك ايه؟ بصي انا برضو جات لي كده كومنتس ان هي يعني يرجعوا مع ناس يعني اتوفوا مثلا، يشوفوهم تاني، يقعدوا معاهم شويه، يرجعوا تاني تبقى الحياه بتاعت زمان القديمه اللي هي ما فيهاش دوشه كتير، كلها كانت بسيطه كده وهاديه ولطيفه. الخمسينات والستينات. عارفه اللي هي الحياه حلوة قوي. الهاديه واللطيفه دي. بس في ناس كمان عندي الحقيقه برضو كانت ناس ماديه شويه. نفس اللي وطلبوا عندي. فلوس. طلبوا ان الجن يجيب لهم فلوس وهم هيتصرفوا، وانا الحقيقه بشجع الناس دي، يعني هو يجيب لنا فلوس واحنا هنتصرف فيلا وعربيه يعني. وفي حد عمل لي كومنت لطيف جدا قال لي الاغنيه بتاعت محمد هنيدي عايز عربيه كوبي وفلوس كتير. انا مش فاكره الاغنيه قوي، بس كان اكتر حاجه ضحكتني هو يمكن اكتر ليه كومنت ناس نفسها يرجع بالزمن تاني، علشان لما عاشوا صدمات معينه او حسوا ان هي لا حياتهم مش لايقه، لا يرجع تاني. زي في ناس كتير بتطلب ان هي يبقى في آلة الزمن. انا شغاله يرجع. كان في حلقه عملناها عن آلة الزمن فعلا، وكانت الناس يعني كله عايز يرجع لورا، ما حدش قال اطلع لقدام. يعني آلة الزمن دي ممكن تطلعك لقدام يرجع لورا، لا ما فيش، يعني تقريبا مثلا حد واحد هو اللي كان عايز يطلع بالزمن لقدام. اغلب الناس على فكره ده حد فضولي ويبقى نفسه يعرف ايه اللي هيحصل، عارفه اللي هو يعني خلينا في اللي احنا فيه، خلينا في الواقع. يوم بيوم وكده. لا عارفه كمان عندي حد برضو يعني الكومنت بتاعه خلاني افكر شويه، لان هو طلب انه يقرا الافكار، بس ده موضوع صعب جدا جدا بقى. يعني قعدت افكر كده، هل فعلا لو احنا بنقرا افكار اللي قدامنا او بفهم او بشوف نيه اللي قدامي هو واقف بيكلمني، هل دي حاجه كويسه؟ لا هي مش انا حاجه حاساها كويسه حاجه صعبه خالص. ومرهقه جدا. يعني انا بتعامل مع هبه على اللي هي مبينهولي واللي جواها ده بتاعها بقى، يعني بالظبط. انا عايزه اقول لك ان في ناس كتير بتبقى عندها الحاسه السادسه او بتربط الافكار في بعض بيكونوا تعبانين نفسيا. امال لو قرا الافكار على فكره ده مش هيعرف يعيش. ايه رايك لو ناخد مداخله تليفونيه ونشوف رايها كمان؟ هدى، اهلا يا هدى، ناخد رايها بالمره. يا هدى. لحد ما تيجي تاني علشان الخط قطع نكمل موضوع قرايه الافكار. انا اعتقد في اعتقادي الشخصي ان هو موضوع صعب جدا جدا. ده لما اقعد بربط افكار او يعني او اقول اربط احداث ببعض الموضوع بيتعبني نفسيا. بالظبط. انا قاعده هقرا افكارك على فكره كده مفيش حد يعرف حد اعتقد. اما انا بقول لك هي الفكره انه يعني ان انت تبقى قاري افكار اللي قدامك او عارف هو بيفكر في ايه، عارف هو بيفكر فيك ازاي او بيتعامل معاك باسلوب غير اللي هو شايله جواه، دي حاجه صعبه جدا. احنا بنتعامل جداً مع البني ادمين باللي هم يعني مبينينه. بالظبط كده. واللي في قلوبهم ده بقى بيبقى بتاعهم وبينهم وبين ربنا. يعني عارفه اللي هي النيه دي ماليش انا فيها، لكن صح. انا افضل طول الوقت عارفه اللي قدامي بيفكر في ايه. لا موضوع متعب صعبة جدا. صعبة يعني. صح. تعالي نسال هدى تاني. يلا بينا. ازيك يا هدى؟ ازيك يا استاذه هبه؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. في امورك؟ الحمد لله. لو طلع لك مصباح علاء الدين هتعملي ايه؟ لا مصباح علاء الدين هعمل فيه حاجات كتيره بقى. هتطلبي ايه بقى؟ اولها يديني قوة خارقة كده يخليني اقرا بيها دماغ اللي قدامي، برضو عشان ما نقعش في دروب ان احنا نتصدم في حد تاني. ده احلى حاجة على فكرة والله. تمام تمام تاني اللي حاجة بعده. بقى اللي هو يعني
اي حاجه تخلينا نقدر نساعد بيها الناس الغلابه يعني، حلو فاهماني؟ قوي، يقضي على حاجات ايجابيه مثلا، دي. نقضي نطلب منه حاجه ان هو يقضي على الظلم مثلا، او اللي هو نوفر حاجه للناس الغلابه ان احنا نساعدهم. حلو، مش هتطلبي فلوس؟ لا فلوس ما اعتقدش، بس احنا نطلب راحه البال بقى والسعاده وكده. والله يا راحه البال دي احلى من الفلوس، بس يعني يا هدى ما فيش مشكله لو نطلب فلوس يا حبيبتي، بصي ما تبيها فيش واحنا مشكله يعني، ناخدها. نطلب منه عربيه حلوه كده تليق ايوه بينا بالظبط. يحقق لنا حلمنا برضو يعني، احنا برضو عندنا احلام عاوزين نحققها. بصي، هو طالما انت تمنيتي امنيه ان انت يعني تنصري ناس مظلومه او تحققي احلام ناس غلابه، اكيد ربنا هيكرمك. صح يا رب، اكيد كل حاجه بنتمناها بترجع لنا تاني. مظبوط. عندك امنيه تانيه؟ لا كفايه. عايزه حاجه هو تانيه؟ كده كفايه الامنيات. النهارده هو يوم تحقيق كده الاحلام والامنيات، تحبي تطلبي حاجه تانيه؟ لا هو كده كفايه. ميرسي قوي يا دودو. ميرسي ميرسي يا حبيبي. برضو لما هدى قالت راحه البال، في حد فعلا عندي كتب راحه البال، بس انا قاعده بفكر كده، هي راحه البال اصلا ممكن تيجي منين؟ يعني ان الواحد يحس ان هو مرتاح وباله رايق وهادي. بصي يعني والله مش بقول شعارات ومش بقول حاجه، بس هي الرضا، ان طبعاً. الواحد يرضى بكل حاجه ربنا كاتبها له، وعارف ان هو دي احسن حاجه ممكن تحصل. يعني حتى لو في شغل هو عاوزه وما جالوش، لو في حد هو بيحبه وما كملش معاه، لو في حاجه هو بيتمناها قوي قوي ولسه ما جاتش، طول الوقت لو احنا يعني متاكدين انه تاخير ربنا لاي حاجه في حياتنا خير، هنبقى حاسين ان احنا مرتاحين ومبسوطين يعني، طبعاً. عارفه؟ ففكره راحه البال، دايما في قلق من المستقبل، ويا ترى بكره في ايه، ويا ترى هنعيش ازاي وهنتصرف ازاي، بس فكره ان انا طول الوقت قلقان من المستقبل برضو دي حاجه مش حلوه يعني، عارفه؟ اللي هو عيش النهارده كده واتبسط يعني، يوم بيومه. بالظبط بالظبط. هو انا مش شايفاها شعارات خالص، بالعكس انا حاسه ان هي اصلا راحه البال مش شرط بس ان انا اكون بفكر في مستقبلي او خايفه من بكره. هو راحه البال لما هنام بالليل وانا متاكده ان انا في يومي ده ما ظلمتش حد، علشان نعيش بقى لو عيوم بيومه، ان انا اليوم ده ما ظلمتش حد، ما جرحتش حد بكلمه، ما اخدتش رزق حد، ما اديتش كلمه كده من تحت حرقت بيها دم حد قدامي. هي راحه البال مش شرط بس ان انا، لا دي حاجات كتير جدا. وبعدين انا لا بالعكس انا مش شايفاها شعار خالص، دي هي اصلا دي اساس الحياه، عشان اي حد لازم يعيش حياه سعيده لازم يكون راضي. بالظبط. انا اصلا بحس ان الناس الراضيه دي بتبقى ناس متصالحه مع نفسها، والضحكه مش بتفارق كده وشهم جدا، وناس لطيفه وتحب تشوفيهم، مش حد دايما بيبقى سوري يعني بيغل وعصبه تعبانه وبيجري. هو طول الوقت بقى متوتر وبيوتر الناس اللي حواليه، وعصبي وقلقان وخايف. بالظبط. يعني ماشي اقلق وخايف، بس لحد درجه معينه اللي هي تبقى صحيه، تبقى بتخليك انت قلقان عشان عايز تبقى احسن، تخليك قلقان عشان توصل لحاجه انت عايزها. يعني انا بقى دايما بحسبها بحاجه تانية خالص، بحسبها ان اي حاجه بنتوقعها بنلاقيها. صح. يعني انا لو توقعت ان انا بكره هنجح وبكره هبقى حد بيرفكت وهحقق كل احلامي، هحققها. ان انا لا ده بكره هيحصل كذا، انا مش هنجح في بكره في بروجكت في انترفيو، ما بنجحش على فكره من التوتر. تعالي ناخد مداخله تانية نشوف رايهم. الو، اهلا وسهلا. مرحبا استاذه. اهلا وسهلا، اتفضل. معك رضا. رضا اهلا يا أهلاً استاذ رضا. رضا من الغربيه من المحله. احسن ناس، اتفضل. مرحبا. انا كنت اشوف اي حد قدام مني كده، اي واحده قدام مني اقول لها انت عندك كذا وكذا وكذا، تقول لي ماشي انت قريت افكار، اقول لها طب ايه يعني، طب لو في حلم عندك انا بفسره، تطلع تقول لي ايوه ده مظبوط. طب اقول لها انت هيحصل كذا، والحمد لله مش عجب الله من قلت انا ايه، انا اقول لها هيحصل كذا تقول لي ايوه هيحصل كذا بالظبط. طيب انت دي انت حضرتك شايف ان دي حاجه كويسه، ان انت تبقى عارف اللي قدامك بيفكر في ايه او هيحصل له ايه، يعني دي حاجه مش بتقلقك؟ لا يعني حاجه سبحان الله تعالى كده، ان قلت لحد انت عندك كذا كذا مشكله في عندك في دماغك، او في اي واحد قلت له انت عندك في هدف في دماغك عاوز تعمله ولسه شويه، او في عندك هيحصل حاجه، او واحده قلت لها هيحصل عندك حاجه في البيت، بتعرف تقول لي طب انت عرفت ازاي؟ الشفافيه سبحان الله. هي هبه من عند ربنا. سبحان الله، اعوذ بالله اعوذ بالله من قلت انا يا رضا، انا ان شفت حاجه لازم افسرها واعرفها. طب انا اقول لك، وانا اقول لك لو انت قاعده مكانك كده اقول لك انت عندك كذا وكذا في بيتك، هتقول ايه ده انا ساحر؟ اقول للاستاذ دلوقتي انت عندك كذا وكذا في بيتك، وعندك انت ماشيه في طريق كذا وقدامك كذا، ويبقى مكانك كذا ويبقى فيه كذا. ولا مره طلعت غلط؟
نعم. ولا مره طلعت غلط؟ لا لا ما بطلعش، ما بفتحش ما بفتحش ما بفتحش كتاب، ما بفتحش كتاب. يعني انت قاعده مكانك كده، انت ظروفك الماديه 100% 100، بس انت عندك مشكله في الطريق قدامك، في ناس يعني كفايه الشعر كده بيحقدوا عليك كده، يعني انت زي ما انت كده. مين فينا بالظبط؟ ده هبه ولا انا؟ احنا نشبه بعض بس. كريم ولا كرم؟ يا فندم بيحقدوا عليك في مطلع في مطلع ايه؟ مش عارفه الصوت الشبكه؟ لا لا الشبكه ما تفصلش في الحته دي ارجوك. فيه نفر تاني عندك واقرب يعني كانوا صحابك وبيحقدوا عليك شويه يعني، بس انت الطريق ده ربنا عشان انت ماشيه بنيه خلصه لازم ربنا يوقف معاك. يا رب ان شاء الله ناخد الكلام علينا احنا الاثنين. يا رب ان شاء الله. وربنا هيوعدك ببشرى حلوه، بس حسيت فيه شويه كده. انا مش سامع. وعندك فرحه، هتبقى فرحه كبيره. مين فينا بس؟ مين فينا؟ مين فينا؟ انت يا استاذه بتكلميني انا؟ ما كلمتش الاستاذه. ايوه ما كلمتش الاستاذه الثانيه اللي هي لسه، انا بكلمك انت. اه تمام، يعني هتجيلي فرحه كبيره؟ يا رب. انت عندك فرحه كبيره وهتبقى بشره كبيره، ساره جامده، بس شويه كده، بس انت تصبري وتقولي ان الله مع الصابرين، واذا صبروا ما صبروا كفر ام الله نفذ. انت صبار قوي، بس انت عندك حاجه. عندي ايه؟ انت اوقات بتبقي تصلي وتقطع فروض، بتدفع ممكن في الصاله. اه احنا ممكن نشوف هل... الحاجات دي بعد. اه ممكن او لا، انت لازم تسيب لنا رقم كنترول. هنكلم بس انا موقعي هذا يا استاذ رضا، احب اقول لحضرتك ان انت صح، لان انا فعلا جاي لي فرحه كبيره في الطريق. يا رب ان شاء الله. يعني دي هسمع منك يا استاذ رضا والله. دي بشرة خير. بكلمك يا دكتور، انا مش هقول لك ان فاهم ولا بفتح كتاب، انا بص في وش الواحد كده اعرف اللي هي، اعوذ بالله من قلت انا برضه. ما شاء الله ما شاء الله، دي حاجه جميله والله ان انت تبشر الناس بحاجات حلوه وتساعدهم كمان، دي حاجه جميله. اعرف الواحد اقول له انت عندك كذا في بيتك وعندك مشكله كذا وفيها كذا، يطلب الحل، اقول له على الله تنحل، بس هي صح طبعا، كله على الله. طبعا يقول لي طب انت ما عملتليش حاجه ولا قعدت معاها قبل كده، اقول له انا اعرف من عند ربنا بقى، دي من عند ربنا يعني. احنا بجد مبسوطين جدا بمداخلاتك يا استاذ رضا، وحضرتك عندك حق، انا جايلي فرحه كبيره يا رب ان شاء الله. ان شاء الله دي متشكره قوي، فرحه كبيره، فرحه دي بشرتك يا رب. تصبر علينا شويه وما تقطعش الصلاه عشان انت بتصلي صلاه وتسيب صلاه. انت الست الدكتوره اللي كانت الشبكه برضه، الشبكة بتقطع. استاذ رضا معلش الشبكة بتقطع، ومبسوطة بجد جدا بكل كلامك الحلو ده، هنستنى مداخلتك بقى الحلقة الجاية عشان الموضوع هيبقى حلو برضه. يقول لي بقى المرة الجاية، يقول لي انا المرة الجاية هعمل ايه بالظبط. ايه رأيك نفكر في كلام استاذ رضا وناخد فاصل ونرجع تاني؟ يلا بينا فاصل صغير وهنرجع لكم على طول، استنونا. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم مصباح علاء الدين. اكتر حاجه ظريفه جات لي امبارح في الكومنتس ضحكت جدا، اول كومنت جالي قالت ان هي هتاخد مصباح علاء الدين وتطلب منه ان هي تختفي وتضايق كل اللي بيضايقها وبيأذيها. يا حرام دي متضايقه قوي، يعني في ناس كتير بيزعلوا. تخيلت بقى طاقيه لخفه بقى ان هي تختفي وتقعد بقى تجننهم. واظرف كومنت جالي برضو من مي، قالت ان هي هتاخد المصباح وتبقى هي الجني وهو بقى يتكل على الله بقى، وهي هي اللي هتتصرف، هي اللي هتحقق امنيتها. لسه بتبقى حلوه دي، جميله دي. كانت اظرف الكومنتس اللي جات لي. تخيلي كده فعلا لو احنا دخلنا جوه المصباح وعملنا احنا الجني بقى. بصي هي الكلام اللي انت بتقوليه ده جاب لي فكره كده، انه الواحد لما بيساعد حد او حد بيطلب منه حاجه وبيعملها له بيحس قد ايه هو مبسوط. طبعا يعني بحس ان لو حد طلب مني خدمه وعملتها له، الله يعني انا عملت حاجه فرحت اللي قدامي فبفرح. فعلى فكره هي حاجه لطيفه قوي ان الواحد يحقق امنيات للناس، او نقعد نحقق امنيات بقى. بس لو انت معاكي المصباح وحد اذاكي بقى او حد ضايقك، هتحققي له امنيته؟ لا سؤال محرج جدا. اكيد لا. اكيد لا، انا هطرده بره اصلا، انت بره المصباح، انت مش معانا. انت مش معانا على فكره. طبعا وانا برضو في من الحاجات اللطيفه جدا انه اغلب الناس بقى، وانا عشان يعني اهلاويه طبعا، فاغلب الناس الاهلاويه اللي عندي طلبوا ان احنا نكسب افريقيا، فيعني ان شاء الله نكسب افريقيا كده ونتبسط ونحتفل كلنا مع بعض. افريقيا عشان ما نخسرش افريقيا يا اهلي، ما نخسرش الفانز بتوعنا. يعني افريقيا يا اهلي بلاش كوره يعني، بلاش بس يعني عارفه. لا ضحكتني، عارفه حسيت انه في ناس، وانا ضحكت، في ناس بتبقى عايزه، فاللي هو ايه، لا يعني خلينا في حاجات بيحبوها قوي او حاجات بتبقى شغله تفكيرهم قوي، فاي حاجه بتتكلمي عليها بيروحوا مدخلين الموضوع ده فيها على طول. بس هي
فكره ان انت عندك حاجه ممكن تحقق لك حلم او حلوة. امنيه نفسك فيها او حاجه بتحلمي بيها، دي حاجه لطيفه قوي. بس برضو خلينا يعني نقول انه الواحد لازم يسعى شويه، يعني يعمل يعني يعمل اللي عليه، يعمل عليه ويحاول ويجرب والبيع على المصباح بقى، ولو لقى المصباح بقى يعني لما يلاقي. بس انا قصدي انه دايما فعلا احنا لازم نجتهد، يعني ما اقعدش كده واقول الله انا نفسي والله اشتغل وابقى حد مشهور ومعروف يعني حلو قوي ان انا اتمنى، بس اسعى بقى. فكرتيني بحاجه باللي انت بتقوليه ده، صح. دايما كل حد في حد معين كل ما اقعد اتكلم معاه اقول له طب ما تعمل لما الاقي الشنطه، هي دي الشنطه. عايش نايم صاحي بيفكر في حاجه عمرها ما هتحصل، ولو حصلت ففعلا عندك حق، لازم فعلا الواحد يسعى ويفضل يعافر لحد ما يحقق حلمه وما يستناش ان هو يطلع له بالظبط. يعني مش لازم نستنى مصباح على ايدينا عشان نحقق امنياتنا يا جماعه، احنا نحاول ونجرب ونفشل مره وننجح مره، وكل حاجه بتحصل بتدينا خبره، وكل حاجه بتعدي علينا بتخلينا ننضج شويه ونعرف نفكر نعرف نتصرف. فيعني احنا ايه طول ما احنا ماشيين في الطريق كده نحاول لحد ما نوصل في الاخر للنقطه بالزبط. اللي احنا عايزينها. وهنقول تاني برده زي كل مره بنقول ان لو في حاجه تمنيناها قوي قوي ما حصلتش هو بيكون برده خير طبعا، وبيبقى اللي جاي بعده بيكون خير احلى طبعا. انا ملاحظه ان موضوع الحلقه عجب الناس، في مداخله تانية تليفونيه. ازيك يا لميا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا لميا؟ عايز اتكلم عن المصباح على ايدين. يلا هي لو طلع لك المصباح هتطلبي ايه؟ اول حاجه زي ما قالت لقاح لكورونا. والله يا ريت والله، يعني ده هيبقى حاجه جميله جدا. تاني حاجه اللي نحن بنحلموا بيه. بتحلمي بايه بقى؟ يعني بنحمد لما هعمل مشروع كده صغير. يا رب ربنا يكرمك ان شاء الله. بس طيب يعني انت حاولتي تعملي المشروع بتاعك مثلا، في اي خطوات خدتيها عشان تحققي المشروع بتاعك؟ هو مشروع ايه يا لميا؟ مشروع اعمل يعني هني تعملي اوضه وكده. تعملي ايه سوري؟ قوايش واحلام. حاجات هاند ميد. حاجات يدويه ما شاء الله. طب ده حلو قوي، انت اعملي الحاجات وفرجينا. طب انت ايه اللي موقفك؟ يعني ما فيش حاجه موقفاني، بس انا بدرب وبعدين هوري يعني الناس وكده. شاطره. فانا هي حاجه دي اللي عايزه مصبح على ايدين حبيبتي. ان شاء الله تحققي كل احلامك يا رب. منورين انتوا الاثنين الشاشه. ربنا يخليكي. شكرا يا لميا. ميرسي يا لميا. ميرسي يا حبيبتي. يا رب تحققي احلامك كلها. بصي يا لميا لطيفه بقى ليه؟ عشان قالت لك انه انا يعني بدات تتعلم، يعني هي عايزه تعمل حاجات هاند ميد فبدات تتعلم عشان كده هتنجح. تاخد يعني خدت خطوات لتحقيق حلمها، ولما يطلع لها المصباح بقى ممكن يجيب لها هو مثلا ايه مكان كده تعرض فيه الحاجه. يعني يديها الخطوه الاخيره، عارفه اللمسه الاخيره بتاعت المشروع. لا احنا برضو ممكن ان هي تعمل لنا فولو مثلا او حاجه ونشوف. طبعا تبعت لنا وقلت لها خليها تفرجنا الحاجات بتاعتها. بس هي هتنجح لان هي الناس اللي دايما بتبقى عايزه تتعلم، مش يلا انا عايزه اعمل مشروع يلا هوبا. ايوه بالظبط. لا ما هو بصي التخطيط وان بالزبط. الواحد يبقى وخصوصا في الموضوع المشاريع والشغل والحاجات دي دايما امشي خطوات، وخليك كده عارف انه التخطيط هو اساس النجاح. مش هينفع اقول يلا انا هعمل مشروع فهبدا المشروع بكره وانجح بعد بكره، يعني ده فشل اساسا بالظبط. لكن ان انت تبقى مخطط ومرتب ومقرر عارف انت عايز ايه. اصلا في ناس بتبقى مش عارفه هي عايزه ايه، يعني هو انا عايز اعمل حاجه، طب ايه الحاجه؟ لا اي حاجه وخلاص. بس يعني ما ينفعش، انت لازم تبقى عارف انت عايز ايه ومرتب كده وتدرسه ومرتب افكارك ومرتب خطواتك، ويعني علشان لما كل خطوه تحققها تطلع للي بعدها، كل بالزبط. خطوه تحققها تطلع للي بعدها. لكن حق. عشوائيه الحياه دي بتبقى مأساة يعني. ايوه طبعا عندك حق. تعالي نشوف داليا من البحيره هتطلب ايه من مصباح علاء الدين. ازيك يا داليا؟ الحمد لله. تعالي ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. نورتيني التليفون. ميرسي يا حبيبتي، انت اللي نورتينا. هتطلبي ايه من مصباح علاء الدين؟ انا هطلب ان الزمالك ياخد دوري ابطال افريقيا. شوفي بقى زعينا ده كده يا داليا. يعني ينفع كده؟ مش هنفصل الخط عليك يا داليا. انا شوفي انا اهو روح رياضيه، يعني ربنا يسهل والزمالك يعمل ماتش حلو جدا جدا وان شاء الله الاهلي هو اللي يكسب. شفتي؟ ان شاء الله. بصي احنا ناس انا اهلاويه بس رياضيه. ميرسي يا داليا. يعني يا داليا شفتي عشان تعرفي بس، يعني انا اهو روحي رياضيه جدا يا جماعه والله. ان شاء الله الزمالك يعمل ماتش حلو ونتبسط باللعب بتاعه وان شاء الله. يعني ان شاء الله كده وكده. ما بقول لك هو الماتش هو الزمالك هيلعب حلو. خلاص بقى عشان الكنترول طلع في ناس زملكاويه فعلا. معلش يا جماعه طب يعني نخلي الحلقه عشان عشان الحلقه الجايه ربنا نعدي.
واحد زملكاوي بس والباقي اهلاوي. لا بس بجد يعني واحد زملكاوي ما يعني معلش اتفضوا عليا يا رجاله. لا بصي، هو انا بالنسبه لي احسن حاجه بجد السنه دي ان بطوله افريقيا النهائي بتاعها مصري خالص، الاهلي والزمالك يعني الاثنين مصر، فاللي هيكسب اصلا اي طرف هيكسب فيهم هيبقى بيمثل الكره المصريه، فاحنا كده كده البطوله بتاعتنا يعني البطوله عندنا، فدي حاجه جميله بصراحه. يا جماعه انا عايزه اعترف لكم اعتراف وممكن ناس كتير ما تكونش عارفاه، انا بشوف البوستس بتاعت ندى كده بفضل متنحه مش فاهمه حاجه، بس ده لان يعني بواها يا جماعه يعني كابتن. بصوا يا جماعه انا بحب الكوره وكرويه جدا ويعني واحده مولوده في بيت يا جماعه كله كوره يعني، فلو سمحتوا اي حد هيتصل تاني يجيب سيره الزمالك يا ريت. لا يعني ما فيش مشكله، بصوا والله بجد انا هبقى مبسوطه جدا بجد في الماتش ده، واهم حاجه ان احنا نبقى كل واحد فينا بيشجع الفريق بتاعه من غير تعصب ومن غير ما نزعل بعض ومن غير ما نعمل حاجه وحشه يعني. انا بحب فريقي جدا وعايزاه يكسب، بس كمان في نفس الوقت ما بحبش انه اضايق حد بكومنتات او ابقى بتعامل مع حد بسخاء. ماشي بنهزر مع بعض بس الهزار ما يقلبش بقى، عارفه لان في اوقات ناس الموضوع معاها بيبقى لا ده موضوع تعصب ومش حلوين يعني. خلاص احنا نتمنى من مصباح علاء الدين ان هو ياخد الناس المتعصبين يدخلهم جوه المصباح يخبيهم جوه يعني عارفه. فلا يعني ان شاء الله ان شاء الله يبقى يعني نهائي جميل ولطيف، واللي هيكسب كل الف مبروك، اللي هيكسب هنقول له الف مبروك وكده كده مصر كسبانه، واللي مش هيكسب نقول له هارد لك. كده كده احنا مصر كسبانه، فيعني اللي هيكسب هنقول له الف مبروك. طب تعالي نشوف سهى تطلب ايه. ازيك يا سهى؟ ازيك عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله كمان نورتينا. هتطلبي ايه من مصباح علاء الدين لو طلع لك؟ هطلب ان انا ابقى قمر زيك يعني ابقى مذيعه وكده. يا روحي. طب يا رب يعني يا رب يا قمرين. انت قمرين يا حبيبتي، ربنا يحقق لك احلامك يا رب وتبقي احسن مني كمان. حبيبتي ربنا يخليكي. حبيبتي عندك امنيه تانية؟ ايه عندك امنيه تانية؟ ممكن اتواصل مع حضرتك بعد البرنامج؟ طبعا اتفضلي سيبي لي رقمك وهكلمك على طول. ميرسي يا سهى، والله نفسي ربنا يحقق احلام كل الناس. بصي بقى الناس اللطيفه اللي هي كلامها حلو طبعا يعني الكلام برضو رقم واحد. انت عارفه يا ندى ان انا ساعات لما بكون متضايقه او مودي مش حلو بدخل على الكومنتس حتى لو بتاعت بوست قديم. طبعا الكلام الحلو تحسي ان هو عارفه بيخلي النفسيه مبسوطه، ونفسيتك لما تبقى مبسوطه شكلك بيبقى حلو يعني. انا ما بشوفش ان الملامح هي اللي بتخلي الشكل حلو، الروح. كل ما الروح بتبقى حلوه الملامح بتبقى حلوه يعني تلقائي كده اللي هو. فالحاجات الحلوه والكلام الحلو بيفرق جدا. وللاسف يعني في ناس من كتر ما هي بتقول لك لا يعني ايه انا اصلا والله ما بعرفش اجمل الكلام، ما فيش حاجه اسمها كده، او اللي في قلبي على لساني، ما هو اللي في قلبك على لسانك ده حلو تتفخر بس جداً الدبش يا جماعه دبش. اللي انتوا الدبش اللي انتوا بترموه ده شيء بشع بشع جداً. والله وكلمه انت ممكن تقولها وتمشي كده وتنساها بتفرق في نفسيه البني ادم جدا، وممكن تخليه متضايق ومش مبسوط ويومه كله يبوظ بسبب كلمه يعني. كلمه ممكن تبوظ يوم، وكلمه ممكن تخلي يوم حلو جدا وجميل جدا. فالنبي خلوا بالكم من كلامكم يعني، خلوا بالكم من كلامكم. يعني الكلام كده حلو، الكلام ده مفتاح والله لحاجات كتير يعني. عندك حق والله. وبعدين انا بحس كمان ان الكلام الوحش اللي بيترمي ده هو بيكسر خاطر البني ادم اللي طب ليه يعني ليه انا في ايدي ان انا اخلي الناس مبسوطه؟ ما هو هيرجع لي والله. ليه دايما افضل ادي كلمه كده اكسر بيها خاطرك او شكلك النهارده مش حلو يعني او انت مش لايق عليكي؟ طب ما تسكتي. صح يعني صح طبعا صح جدا. الكلام الحلو او الفرحه اللي انت بتعمليها بتلف وبترجع لك تاني وهترجع لك في اكتر وقت انت محتاجاه كمان والله. وساعات بترجع في نفس اليوم. ساعات لما بتعملي حاجه الصبح والله انا ساعات بستغرب، بتعملي حاجه الصبح تبقى حلوه بتلاقيها بالليل، ولو عملتي حاجه وحشه برضو بترجع تاني. ما بتبقاش بنفس المواقف. لا 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 بس بترجع تاني. بالظبط طبعا، هي مش لازم تتكرر بنفس الشكل او بنفس الموقف، بس الحاجه اللي حصلت الاحساس اللي خليتي حد يحسه هيرجع لك يعني. ايا كان احساس حلو هيرجع لك، احساس وحش هيرجع لك، فنحاول ان احنا نخلي اللي قدامنا مبسوط عشان احنا نبسط. بالظبط. خلاص انا شايفه كده بقى ان مصباح علاء الدين ملوش لازمه، وان احنا بايدينا نقدر نحقق كل حاجه احلامنا، ناخد فيها خطوات ونتعلم ونجرب، ومش مشكله حتى لو اي حاجه فشلت نرجع تاني نعيدها تاني او نشوف غيرها خالص. صح. وبرده راحه البال ممكن تيجي مش من مصباح علاء الدين، مننا احنا، ان احنا نرضى زي ما ندى دايما بتقول. صح. وان احنا نرضي اللي قدامنا ونرضي اللي معانا، وان احنا راحه البال تجينا لما ما نظلمش حد ولا ناذي حد نفسيا. ممكن مصباح علاء الدين في ان الزمن يرجع تاني عشان نشيل ناس ونحط مكانها ناس، طب احنا ممكن نشيلهم دلوقتي مش عايزين الزمن يرجع تاني. ايوه بالظبط. ونشيلهم ونحط مكانه او نتاقلم معاهم لو
مش عارفين نبعد عنهم خالص يعني او نتعلم. او احنا بصي اللي فات هنخليه ذكريات حلوه قوي نفتكرها بس يعني اللي فات هنخليه حلوه قوي نفتكرها سواء حلوه حلوه قوي حلوه قوي قوي قوي. لا انا بجد مش لاقيه احلى من اللي فات نخليه ذكريات نختم بيه. زي ما ندى قالت ودايما انا بحب كلامها جدا بتقول الجمل كده ببقى اول مره اسمعها. زي ما ندى قالت اللي فات نخليه ذكريات ونعمل بقى ذكريات جديده وحاضر ومستقبل حلو ونستغنى بقى عن مصباح علاء الدين ونخلينا احنا علاء الدين. اشوفكم في حلقه جديده ونجوم على الهوا والمره اللي جايه هتبقى حلقه احلى من دي كمان استنونا.